نروح لملعب المباراه ومعانا فرحه الكابتن اسامه حسني. كابتن اسامه الف مبروك. يا كابتن ايمن الف مبروك علينا جميعا وعلى كل الاهلاويه، وبرحب بضيوفك الكرام. انا يعني مش عارف مين اللي معاك في الاستوديو. معايا الكباتن الكبار، كابتن سيف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، كابتن هاني رمزي، كابتن عادل عبد الرحمن. سلامي ليهم كلهم، وما شاء الله وشهم حلو النهارده في الاستوديو التحليلي. اهلا يا اس، مبروك يا اسامه. احنا دايما وشنا يا نجم. قول لي قول لي بقى اس، احكي لي عملت ايه في الماتش وعملت ايه في ضربات الجزاء؟ لا ضربات الجزاء بيض يا اسامه اتفرج عليها، او الركلات الترجيحيه عشان نبقى بس ايه. قول لي شعر بيض يا كابتن. عملت ايه قول لي؟ ضربات الجزاء ما اتفرجتش على ولا ضرب ولا ضربه. الواحد صراحه يعني اللعبه اسهل من الفرجه، بس الحمد لله يعني بنبارك لعيبه الاهلي والجهاز الفني. الحمد لله يعني لعيبه رجاله. انا بقول يعني احنا في 2006 كابتن علاء لما حقنا الميداليه البرونزيه كانت المشاركه تانيه لينا، يعني خدنا خبرات في 2005 من خلال كاس العالم، لكن الحمد لله الجيل ده يعني انجاز يحسب. انجاز يحسب ليه النهارده بحقق الميداليه البرونزيه. وكمان لو كان في يعني توفيق شويه، لو الاهلي كان لعب المراس في نصف النهائي كان ممكن مظبوط نشوفه في الفاينل، وكان يلعب على المركز الاول والثاني. لكن الحمد لله يعني زي ما بيقولوا ربنا رجعنا مجبورين الخاطر. يعني الحمد لله رب العالمين. انت كنت قاعد في وسط الجمهور طبعا. احنا لينا مكان مخصص لينا في القاعه الطبيه، حتى في الفرجه على الماتش مكان مخصص لينا كلنا، كل بقى النادي الاهلي لازم نقعد ما نخرجش منه. لكن برضو يعني بشكر جمهور النادي الاهلي اللي هنا موجود في الدوحه، وبنحييهم تحيه كبيره، كان ليهم دور كبير. النادي الاهلي حال الميداليه البرونزيه، وكمان يعني دور كبير في الشكل العام اللي ظهر بيه النادي الاهلي. بشكر لعيبه النادي الاهلي، والحمد لله يعني الاسبوعين دول يعني اسبوعين عدوا يعني بدرجه من الالتزام من اللعيبه. اصرارهم وعزيمتهم كانت باديه من بدايه تحركهم من القاهره، من بدايه ركوبهم من الطياره، وهم يعني عايزين يحققوا حاجه يعني. طب قول لي لما وصلنا بقى لضربات الجزاء، برضو الجمهور فضل لحد اخر لحظه عنده ثقه ان لعيبه النادي الاهلي هيحسموا الماتش؟ يعني سبحان الله في كل ضربه كان بيلعبها لعيبه النادي الاهلي او على الشناوي كان تشجيع كبير جدا من الجمهور لمحمد الشناوي واللاعب اللي داخل يسدد من النادي الاهلي. سبحان الله تحس ان احنا بالرغم ان احنا ضيعنا، لكن تحس ان العمليه برضو يعني توفيق ربنا والجمهور يعني يعني كانت العمليه قريبه. يعني احنا دلوقتي قاعدين فوق في المدرج، عشان اوصف لك الحاله دلوقتي يا كابتن ايمن وضيوفك الكرام والمشاهدين، يعني اللعيبه طلعت تسلم على كابتن محمود الخطيب دلوقتي، لحظات دي كلهم بيسلموا على كابتن محمود، وكابتن محمود بيسلم عليهم، وبياخدوا صوره تذكاريه دلوقتي علشان هنقعد نتفرج على مباراه بايرن ميونخ دلوقتي، هنتفرج عليها فكلنا هنكون قاعدين. اوصف لي يا اسامه شعور الكابتن محمود الخطيب بعد التتويج بالبرونزيه. يا كابتن يعني سعيد جدا، سعيد جدا، و وسعاده كبيره بعثه كلها اللعيبه وكابتن محمود الخطيب والجهاز الفني. يعني كابتن محمود الخطيب يعني مهما اتكلمنا عنه مش هنديله حقه طبعا. لعب دور مهم جدا في البعثه دي من اول يوم، التزام اللعيبه وفي المحاضرات حتى اللي كان بيديها، يعني الكلام المداعم للعيبه وهو موجود معاهم في التدريبات وهو موجود معاهم على الاكل، فكان دوره مهم جدا. وفي النهايه يعني ممكن نلخص السفريه دي والميداليه دي ان ربنا جبر بخاطرنا وخاطر النادي الاهلي وخاطر الكابتن محمود الخطيب. الحمد لله، واعتقد ان السفريه او البطوله دي كلها مكاسب للنادي الاهلي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. والف الف مبروك كابتن اسامه، وتيجوا بالسلامه بكره ان شاء الله. والجيل ده كان يستحق انه يتذكر في تاريخ النادي الاهلي، والحمد لله حققوا الانجاز الكبير. طبعا طبعا الحمد لله رب العالمين، الف مبروك وبالتوفيق دايما للنادي الاهلي. انت عارف ان كابتن خطيب معتني برونزيه؟